له فرحة خاصة في كل البلدان العربية والإسلامية، وعادة ما تتنوع الطقوس في الاحتفال بالعيد من بلد إلى آخر، لكن هالسنة توحدت كل أساليب التعبير عن الفرح بسبب الإجراءات الوقائية اللي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا. بالفعل يعني بسام، في هذه السنة تم إلغاء كل التجمعات في الأماكن العامة تطبيقاً لمبدأ التباعد الاجتماعي، وهالشيء يعني أكيد بلا شك له تأثير على الجميع، كبار وصغار، لكن اللي يمكن تأثروا أكثر هم الأطفال، يعني اللي بلا شك يتطلب في هالفترة نحن يمكن نتعامل معاهم يعني بشكل في حرص أكثر والاهتمام في نفس الوقت. بالتأكيد إحنا هذا الموضوع يعني راح نطرحه مع ضيفتنا الكريمة في الاستديو، الدكتورة فاطمة الكوهجي، عضو مجلس الشورى. يا هلا مرحبا فيك، وكل عام وانت بخير. طبعا وانت بخير، صحة وسلامة. إحنا دكتورة يعني إحنا في وضع استثنائي، شلون نهيئ الأطفال في هذا العيد إنهم يعني يتقبلون فكرة أن يقعدون في المنزل؟ شلون نقنعهم أن هذا العيد غير عن باقي الأعياد؟ طبعا بداية أنا أشكركم على الاستضافة، والفرحة هذه اللي إحنا فيها الحمد لله يعني فرحة العيد، وأتمنى إن شاء الله الجميع يكونون مبسوطين وفرحانين في البيت. إحنا طبعا ما نعتبره أن هذا الشيء حظر ولا شيء أن إحنا ملزومين قاعدين فيه. استعداد الطفل أنا أحس أن الأسرة نفسهم كوالدين هم اللي مفروض يهيئون الياهل من قبل العيد. نعم. يعني الكلمات الإيجابية اللي تعطي للطفل استعداد أن إحنا بيين العيد. إحنا في قبل يعني الأعياد اللي طافت الأمهات يعني طبعا كانوا يروحون يشترون الثياب واليهال معاهم، والبنت كانوا يحنوها، ليش لا؟ مفروض احنا نستمر بنفس الطريقة، اذا الام بتتحن بروحها ولا بتحن الياهل. وبعدين حلو مشاركة الطفل في الاستعداد للعيد. انا اليوم لازم اخذ هاي النقطة، وجودي مع عيالي في البيت دافع ان انا اخلي الياهل يبدع، اعطيه مسؤولية اختيار طريقة الاحتفال بالعيد من قبل العيد. مثلا اذا انا عندي عيال صغار احنا ممكن نزين البيت، طبعا كل الحين صار يزين البيت ويعني من الليتات ومن كل شيء، بس حتى فكره حلوه واحده قالت لي انا شريت لهم صحون وقلاصات ملونه بهجه العيد. اي بهجه العيد، كل ياهل يبي له شيء. انزين انت يعني حتى الماسك القناع نفسه الياهل بيلبس، ليش ما انا يعني احاول مثلا مع ولدي ولا بنتي نسبق القناع ولنا اللون بلون الثياب. نعم. على أساس أنه هو إذا بيوقف بيسلم ولا يعني بيشوف أحد لابس قناع بنفس اللون لون الثياب اللي عليه، هو استعداده للعيد خطوة أساسية في البيت، لأن إحنا مجتمع واعي. نعم. ترى الجميع أنا تروالي مو بس إحنا، الجميع خذ هذه الخطوة، وشفنا هالخطوة ترى أول يوم العيد وثاني يوم العيد طبعًا. يعني اليهال حتى هم على يعني السوشيال ميديا اللي قاعد يتواصلون ان اليوم إيه انا حصلت هالكثرة ايدية من البنفت، فصاروا الحين حتى استقلال البنفت يعني يعني الحمد لله. فصار استعداد للعيد ان شيء فرحة، ما نقص شيء، ترى الفرحة هي موجودة، ما نقص شيء منه. ان كورونا اثرت علينا؟ لا، كورونا خلتنا احنا نتحد وخلي عيالي يربيهم بطريقة أن يبدعون يقررون شلون يبون يحتفلون في العيد. صحيح. أنا يمكن دكتورة يعني بذكر نقطة وأتوقع يمكن كلنا بعد شفناها، الأطفال اليوم إحنا لما كنا نقول مجتمع واعي الأطفال ترى كانوا جزء من هذا المجتمع. نعم. شفنا وايد فيديوهات كانوا عيالنا أو يعني من مختلف الأعمار ومختلف الفئات العمرية كانوا يتكلمون عن الكورونا، هم عارفين ذي الموضوع، موضوع قعدتهم في البيت وعدم ممارستهم خلينا نقول حق الدراسة اللي عن بعد. أيه. يشوفون شلون أن في الأهالي ملتزمين بقعدة البيت، هذه أمور بعد خلتهم أنهم يعرفون شو اللي قاعد يصير ويكونون شريك فاعل ويانا، لكن يبقى الطفل طفل. نعم. يعني ممكن يمر بلحظات يشعر فيها بالملل. نعم. لو شنو احنا حاولنا ان احنا نعطيه شوية اجواء من الفرح والسعادة بيتم عند الملل. سؤالي لك دكتورة، شلون انا في ذي الفترة حاول اشيل عنهم الملل واخليهم دائما كذي مستانسين؟ ترى عيالنا مو بس الحين ملل بسبب كورونا، ترى كل ما الياهل حصل على شيء يطلب شيء اكثر، فهذه يعني احنا من قبل نشوف ياهل
أنا متملل بأطلع، أنا متملل أنتم ما وديتوني. اليوم شل بس يود عنهم المجمعات والسينما مثلاً ولا المطاعم هالأشياء، وطلعاتهم هم تجمعهم يوم الخميس، أول كان إن طول الأسبوع في المدرسة يوم الخميس يتجمعون. هذا اللي تغير ترى ممكن أنا أخذها نقطة أبني في قلب ولدي ولا بنتي، ترى أنا ممكن أصير ولا يعني أتواصل مع ربعي على السوشيال ميديا. اليوم طبعا هم عندهم تواصل، بس الحلو اللي فيه إن الياهل هو ياخذ قرار. أنا دائما أقول ما لازم إحنا قدام عيالنا نقول الأشياء السلبية، يعني في بعض الأمهات الله يهديهم هالكثر عدد وفيات، هالكثر عدد إصابات، ليش زين تخوفينا؟ في أم ثانية قالت والله أنا ولدي ولد صغير جريد فور، من يوم ما صار هالمشكلة الولد في المطبخ مع الأم تعلم يطبخ، يقول بس كذي يسوون الأكل. يعني هي الأم تقول قلت والله عافية عليك أنا دخلتي ولدك، قالت إيه الحين أنا صار عندي لقى مشتركة بيني وبين ولدي، إنه لما هو يسألني عن طبعا طبخ الأم فيعني يقول يما أنت شلون تسوين هالوايت سوس شلون مر شنو، فالياهل صار عنده لقى تواصل مع أمه. نفس الوقت زادت الأنشطة ما بينهم يعني بين الأسرة والأطفال، العلاقات الأسرية دكتورة تحسينها زادت زادت لدرجة أن حتى بين الرجل والمرأة نفسهم الحمد لله أحس أنه صار في عندهم لقى للتواصل. صحيح. لقى التواصل أن أنا شلون أعد البيت ولا شلون مثلا أنا أتحاشى من هذه، وغير هذه صار في البيت نفس الوقت يعني تطلعات إلى أمور أخرى. يعني واحدة تقول أنا والله زوجي رايح يا يقول ما تبين شيء من المخزن، يعني من وين من متى يعني إن أنا زوجي يقولي ما تبين شيء؟ ترى حلو لما مشاركة فعلية بين الأم والأب يصير هذه إسقاطات لا شعورية على الأطفال، على الأطفال. نعم. فيعرف الياهل إن أمي وأبوي متحدين، أمي وأبوي قال يسوون شغل شيء في البيت وبعدين بجو حلو. صحيح. يعني معناته ان احنا ما تغير شيء علينا. في بعض اليهال يقولون والله احنا نشوف ابهاتنا اكثر الحين فمستانسين، يعني هو يمكن صار دكتوره تحدي في جميع النواحي، صار تحدي اجتماعي وبعد صار تحدي صحي. يعني في عيد الفطر المبارك شفنا هذا التحدي الصحي في مختلف النواحي والمجالات من ناحيه الترتيب والعادات الشرائيه. لكن الفرحه مثل ما هي نفسها، هي نفس الشعور اللي كنا نحس فيه، نفس الفرحه اللي كنا نحس فيها مع سماع التكبيرات اللي طبعا كان مالك المكان. بالتاكيد رقية، طبعا فرحه اليهال وقعدتهم الصبح لمتابعه يعني الصلاه هي اللي تحسسنا بروح العيد الجميله والاجواء الروحانيه، يعني اجواء العائليه. وهالمره يعني خلينا نقول عنها يعني اجواء غير عن باقي الاعياد، لكن حلو نحن نقعد مع عائلتنا الصغيره، حلو نحن نقعد معاهم نتريق معاهم نتسلى مع بعض، نقعد نشوف مسرحيات العيد كالعاده يعني. وكذلك ايضا مشاهدينا احنا راح ننقل لكم هذه الاجواء مع زميلتنا شوق العثمان اللي عدت هالتقرير عن فرحه العيد في هالظروف الصحيه. نتابع التقرير ونرجع نكمل حديثنا مع الدكتوره فاطمه. فرحة العيد مستمرة ضمن الضوابط الوقائية والإرشادات الاحترازية، فحتى لو تغير وضع التواصل يبقى الفرح والسعادة أصل هذه الشعيرة المباركة. في يوم العيد احتفل الأهالي بعد صلاة العيد اللي تنبذها عبر التلفاز وأقامها أهل البيت مع عائلاتهم الصغيرة من خلال إرسال التهاني والتبريكات إلى الأقرباء والأصدقاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتبادلوا الصور والعيادي من خلال القنوات الإلكترونية المختصة بذلك. العيد أبداً لم يفقد طعمه في المملكة، إنما تغيرت ظروفه وأصبح الجميع يتفنن في طرق إرسال الهدايا والرسائل، وحتى ترتيب القدوع على الطاولة هذه المرة غير، لأن كان قدوع بسيط يحب أهل البيت، وهدايا العيد كانت مملوءة بالحب والاهتمام. هذا العيد كان فيه اهتمام أكبر بالعائلة الصغيرة، اهتمام أكبر بالأبناء ورغباتهم، والآباء والأمهات واحتياجاتهم. أصبح عيد سعيد بتكاتف العائلة والمحافظة على الصحة والوطن. شوق العثمان لبرنامج مجتمع واعي.
رجعنا لكم مره ثانيه مع ضيفتنا الكريمه الدكتوره فاطمه، ومستمرين معك بالحديث عن يعني عن العيد وعن فرحه العيد وشلون احنا نقضي العيد في البيت مع اطفالنا. يعني اول يوم يعني هو طبعا في العاده حتى في الايام العاديه من غير كورونا الكل يلتزم في البيت عاده في اول يوم العيد، ممكن احنا نلزمهم يقعدون في البيت، لكن عندنا ثاني العيد وثالث العيد. يعني هل في طرق مثاليه من وجهه نظرك ممكن احنا يعني نقدمها لاطفالنا خلال هالفتره؟ هو يعتمد على عمر الطفل. نعم. مثلا اذا الام عندها اطفال كلش صغار ممكن ان هي تستقل وجودها في البيت بالعاب، ان يعني الياهل احنا مثلا نحن تذكرون زمان اول نلعب بر وبحر على الزوليه صح؟ زين هذه اللعبه وايد حلوه، فانت ليش يا ام ما تستقلين وجودك مع عيالك اليوم خاصه اذا هم صغار؟ زين احنا كنا نلعب خشيشه بس الحين اليوم ما في حوش ان يلعبون خشيشه. اوكي ما علي، بس ممكن انت يعني على قولتهم اليهال يعني تريجر هاند هم عندهم العاب ثانيه. فارجع واقول على عمر الطفل، بس اذا انت عندك مراهقين، المراهقين ما تقدر تلعب معاهم الاشياء. انا حلو يعني احس ان الام اذا اعتمدت عليهم في هالمرحله في هالفتره ذي انه يطلعون لها اشياء معلومات من النت، وما يحبون النت، خليهم استقليهم يا ام. ممكن ان انت يطلعون لك مثلا اذا انت تبين وصفات حق الطبخ ممكن، يعني معناته في النهايه القرار يكون على الام والابو انت شلون تجزئ وقتك مع عيالك على حسب عمره. نعم، وحسب ميوله واتجاهاته. حسب ميوله واتجاهاته. وايد زين حلو مثلا اذا انت هم كبار ممكن احنا نسوي مثل كله بيكنيك، يعني خاصه اذا الواحد عنده حوش. مثلا ناس يقولون احنا عايشين في شقه ما نقدر، انزين حتى في الشقه انا ممكن اسوي اشياء ثانيه. نعم. مثلا الفن، الرسم، ولكن في النهايه لازم انا اداقر ميوله واطلع مهاراته علشان المهارات هذه تعكس ايجابيا عليه. صحيح. ما اعطي ارشادات دو اند دونت، هذه ارشادات سوي لا سوي، لا اساله ايش تبي تسوي؟ انت مجرد ما تساله ولا ايش رايك انا نسوي كذي؟ ولا انا ما اعرف ذي. فهالامور هذه تخلي ان عيالك يجون يقولون لك اي انا في يعني لي شخصيه، ولا امي ولا ابوي اللي اكبر مني سنا يلجؤون الي ان انا اعطيهم الراي. هني انت تكون شخصيه ولدك وتكون شخصيه بنتك. اما اذا انا اعطيهم اوامر سودي 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 ترى هني الملل بيطقج عالي. يعني نقدر نقول دكتوره في النهايه الموضوع كله في يد الام وفي يد الابو. اليوم الكورونا يمكن عطتنا دروس وايد، غيرت وايد في ميولنا في اتجاهاتنا حتى في اسلوب حياتنا، فاحنا نتمنى ان هذا التغيير يكون تغيير ايجابي، وان شاء الله هذا الشيء ينعكس فعلا حتى على ابنائنا. احنا سعيدين جدا بوجودك معنا خاصه في ايام العيد، ويعني يا رب ان شاء الله تكمل فرحتنا كلنا ان شاء الله بان احنا نخلص من هذه الازمه على خير. يعطيك العافيه. شكرا. الدكتوره فاطمه الكوهجي عضو مجلس الشورى، شكرا لك وعلى تواجدك معنا. شكرا على حضورك دكتوره.